بيتزة التونة بالتوست واسحب خيوط العنكبوت من كل صوب. خلونا نشوف الطريقة. واليوم شغلنا كله من مكتب الوالي، انزل زيت زيتون الوالي والبصل المبشور واحركه شوي، وما تحلى الطبخة من دون صلصة الوالي وشوية من الكاتشب واحمسهم، وبعدها نزل اورجانو وفلفل اسود وملح وانتهت صلصة البيتزا. وبعدها نزل حشوة البيتزا، شوية من البصل وشوية من الفلفل الرومي، واقلبهم شوي، وما تحلى الطبخة غير بتونة الوالي، تاكل منها ولا تبالي. وبعدها شوية من البابريكا والفلفل الاسود والملح وتكون الحشوة جاهزة. وعندي حبة توست وحط عليها شوية من الصلصة، وبعدها شوية من التونة، وكثر جبن على كثر ما تقدر، ونعطيها دبل جبن بعده. وبعدها على الفرن لمدة 10 دقائق من فوق، تعطاها تحميرة من الاخر، وهذا الشكل النهائي. علينا وعليكم بالف عافية، ولا غلطة، جربوها وادعوا لي. بيتزا.